صور كلهم احتفالات كثيرة خاصة البيضاء رائعة جدا. الفريق منظم فريق الوداد كنرفع لهم القبعه التشجيع ديالهم الطريقه ديالهم الجماهير الوداديه كلهم قاموا بالواجب وداروا احتفالات في المستوى كما كتشوفوا معنا اخوتي مباشره من شوارع مدينه الدار البيضاء احتفالات جماهير وداديه بعد الفوز باللقب كما كتشوفوا جماهير وداديه احتفالات ألف مبروك جماهير ودادية احتفالات جماهير ودادية السيارات أي مكان كما تشوفوا الأجواء رائعة جدا احتفالات جماهير وداد البيضاوي غافو جماهير ودادية كما كتشوفوا يا سلام جماهير ودادية احتفالات بعد فوز باللقب دوري أبطال إفريقيا
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مبروك ألف ألف مبروك. مبروك عليكم مبروك عليكم. ديما وداد. احتفالات رائعة جدا. شوارع الدار البيضاء. مبروك ألف ألف مبروك الوداد البيضاوي. احتفالات رائعة شوارع الدار البيضاء. جماهير الوداد البيضاوي كيحتفلوا بعد الفوز باللقب كما كتشوفوا كلهم جماهير. شي كلمة شي كلمة نتوما ودادين يلاه شي ديما وداد سام وداد ديما وداد سام وداد منين منين السينيغال السينيغال ديال كوناكري ديال كولونيا برافو بنزا ديما وداد ديما وداد برافو كتشوفوا الجماهير الوداديه صواريع ديال كازان بلوطا صراحة احتفلنا معاهم. ألف ألف مبروك للوداد البيضاوي فوز باللقب برافو. كما كتشوفوا وداديين خاص في المدينة الدار البيضاء احتفالات. يا سلام يا سلام برافو فريق الوداد البيضاوي فرح الجماهير ديالو. احتفالات رائعة جماهير الوداد خاص الدار البيضاء برافو. ديما وداد ديما وداد. اوه يا سلام على جمهور ديما وداد. كلشي احتفالات برافو ديما وداد يلاه زيد. شوارع كلهم احتفالات كثيرة خاصة الدار البيضاء رائعة جدا. برافو برافو جماهير ودادية يحتفلون. برافو يا سلام يا سلام يا سلام. شوف جماهير ودادية برافو. هذه قاعدتهم هذه طريقتهم احتفالات رائعة. يا سلام يا سلام على جمهور وداد. شوف احتفالات رائعة بالسيارة ديالهم. مبروك ألف ألف مبروك الوداد البيضاوي. كما كتشوفوا احتفالات رائعة كازان بلانكا Thank you.
يا سلام يا سلام يا سلام، هادشي رائع اخوتي. شوف يحتفلون في شوارع كازا. مبروك ألف ألف مبروك لوداد الكباو. كما كتشوفوا جماهير ودادية، كل بلاصه كل شارع يحتفلوا بالفوز باللقب دوري ابطال افريقيا. مبروك الف الف مبروك لوداد الكباو. هانتوما خويا، هادشي كله سوا كله احتفالات كما شفتوا خوتي الفيديو من البدايه حتى النهايه. هذا الملعب مركب محمد الخامس لانتصار الوداد البيضاوي على الاهلي المصري 2-0. التويج فريق الوداد البيضاوي ومركب محمد الخامس حاليا جماهير المركب يغادروا خاص في الشوارع ديال الدار البيضاء البلبله ديال بصح. احتفالات رائعه حتى الفجر ان شاء الله باذن الله، وحاولنا باش نقدموا لكم ما افضل في الملعب. ضربنا بزاف ديال التمارة، نتمنى تبارطاجوا لنا واشتركوا في القناه ديالي وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد مباشره من مركب محمد الخامس. جماهير وداديه كلهم احتفالات، يحتفلوا قرف عليهم الطوبعه ويخرجوا الطريقه ديالهم والرايات ديالهم. احتفالات رائعه جماهير وداديه من طنجه الى قويره عزيزه. احتفالات الدار البيضاء، احتفالات في المغرب، احتفالات في طنجه، احتفالات امازيغ اكادير، احتفالات الصحراء المغربيه خاص المنطقه. كل من اسى الزاك العيون داخله الصحراء كامل عامه الاحتفال بالفوز دوري ابطال افريقيا جماهير وداديه. ونتمنوا العبوبه الرشاويين حتى هما يفوزوا باللقب العام الجاي ان شاء الله باذن الله. صراحه اشهد لكم حاليا احتفال رائع جدا بزاف، فرحان بزاف الملعب هكاك يا خويا. جماهير غادي الى الشوارع ديال كازا بلانكا، شوارع كازا بلانكا احتفالات رائعه جدا. اشتركوا في القناه ديالي، افعلوا الجرس باش يوصلكم ديما جديد، وبرافو الف 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 مبروك للوداد البيضاوي. تهلاو. شوارع كلهم احتفالات كثيرة خاصة الدار البيضاء، رائعة جدا.